الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا مع نبي الله إبراهيم. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد حاولنا في الحلقات الماضية أن نتحدث عن نبي الله إبراهيم مع قومه وعبادته من الأصنام، بل وعبادة وتجارة وصنع أبيه آزر للأصنام وحواره مع أبيه، وكيف حفروا لسيدنا إبراهيم يعني الحفرة من النار ورموه فيها وأنجاه الله تعالى من النار، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتحدثنا أيضا في الحلقات السابقة عن حوار سيدنا إبراهيم مع النمرود، واليوم سنتحدث عن قصة إبراهيم مع زواره من الملائكة، حيث أن الملائكة زاروا بيت سيدنا إبراهيم فأكرم وفادتهم وذبح لهم عجلا سمينا وقربه إليهم، فلاحظ بأن هؤلاء الضيوف ليأكلون من هذا العجل، فأخبروه بأنهم رسل الله تعالى إلى قوم لوط الذين استحقوا عذاب الله تعالى وعقابه. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، أي بشروا زوجته وبشروه أيضا بغلامه الذي هو سيدنا إسحاق الذي رزق الله تعالى إبراهيم وزوجته سارة به بعدما كان كبيرين في السن. الدرس المستفاد أحبتي الكرام من هذه القصة المباركة لسيدنا إبراهيم أن الله تعالى منجز وعده ولو كره الكافرون، أن الله تعالى يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب، أن الله تعالى عنايته ورعايته لمن وثق في وأمل الله عز وجل بأن الله تعالى لن يخلف عهده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن تفاءل بالخير ووجده، وممن اعتصم بحبل الله تعالى المتين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقرآن، وأن يحشرنا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام. وإلى أن ألقاكم في حلقة مباركة وتتمة لقصة سيدنا إبراهيم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.